مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. طبيعة الحال برامج البلاد اليوم متواصلة، وألتقي بكم في البلاد اليوم، وطبعا دائما حول الانتخابات. اليوم في منتصف الليل راح يكون آخر أجل لإذاعة ملفات الراغبين في الترشح. طبيعة الحال الراغبون في الترشح حجزوا مواعيدهم تباعا منذ يعني يومين أو ثلاثة أيام، خاصة اليوم لدى السلطة الوطنية لتنظيم ورقة الانتخابات، وعلى رأسهم كان بدأ عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء، ثم عبد المجيد تبون اللي هو مترشح حر، جمال عباس كذلك مترشح حر، علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، بالعيد عبد العزيز حزب المستقبل، علي زغدود كذلك اللي يقولوا بأنه أودع 50,000 استمارة فارغة لا ندري لماذا، عز الدين مهوبي كذلك على رأس الأرندي، وخرشي النووي كذلك سيودع ملفه اليوم. عندك فارس مسدور بشق الأنفس، ولكن راح يجمع كذلك راح يودع كذلك الملف تاعو. عندنا مراد عروج كذلك لجزائر الرفاه راح يودع ملفه اليوم. إذن اليوم آخر أجل تقريبا راح نوصله إلى حدود 15 يعني راغب في الترشح سيودعون أو أودعوا ملفات ترشحهم، وبذلك يبدأ يحمى وطيس الانتخابات الرئاسية في الجزائر بدرجة واحدة أو درجتين في انتظار الأيام القليلة المقبلة، يعني في انتظار 7 أيام اللي يفصل فيها السلطة في المترشحين نهائيين. إذن هذه النقاط هذه كلها راح نناقشها رفقة الأستاذ ضروي محمد شريف، خبير تخطيط وعلاقات عامة. مرحبا بك سي محمد شريف. مرحبا بك. أنا نحب نفضل نسقي لك هكذا سي محمد شريف. الله يسلمك. الله يعزك. كما كذلك أسعد باستضافة الأستاذ مصطفى بورزامة، أستاذ جامعي وباحث أكاديمي. سي مصطفى مرحبا بك. شكرا على الاستضافة، وأغتنم هذه الفرصة لأعزي عائلة الفقيد سي أبي فضيل مجمع النهار. نعم. عظم الله أجركم مجمع الشروق. نعم. نعم مجمع الشروق إن شاء الله ربي يرحمه على كل حال، وإحنا كلنا رانا تحت الصدمة، لأنه قلنا البارح ونعود نقوله اليوم أوضاع الصحفيين صعبة جدا، نتمنى أن تتسلم أحوالهم على كل حال. إذن نبدأ معك الأستاذ ضروي محمد شريف، هذا كيف تقرأ اليوم هذا المشهد هذا اللي يعني تم اختيار آخر يوم لإيداع هذه الملفات من قبل هذه الأوزان؟ يعني أول شيء بعد السلام عليكم وشكرا على هذه الدعوة ولهذه الضيافة، ورحبوا بالأستاذ الكريم. فيما يخص العمليات اللي تقوم بها كل الراغبين في الترشح اليوم، اللي تقريبا 90% اختاروا آخر يوم من المرحلة دفع الملفات، ليه العديد من الدلائل. أول شيء يبين صعوبة اللي تلقاها كل المترشحين في عمليات جمع استمارات الاكتتاب للترشح بصفة رسمية. واحد. اثنين، يعطي أيضا دلالات على بعض العراقيل اللي كانت من الإدارات المحلية أمام الراغبين في الترشح. وثلاثة، يبين أنه المجموعة اللي وصلت لهذه المرحلة هي مجموعة يعني متيقنة إلى حد ما إلى حد بعيد من إمكانياتها، لهذا يعني جابهت كل هذه العراقيل وتمسكت بالواقع اللي احنا نتمناه، وهي يكون يوم 12 ديسمبر هو الواقع اللي راح نخرجوا منه من الأزمة هذه وبداية بناء الجزائر الجديدة إن شاء الله. نتمنى ذلك، هو الانتخابات بداية حل إن شاء الله. الأستاذ بورزامة سي ضروي قال سي محمد شريف قال بأنه صعوبة والعراقيل وغيرها وغيرها، ولكن لما تشوفش بأنه ربما هذ الراغبين في الترشح حبكوها، يعني رفضوا إيداع ملفاتهم هكذا فرادى، منعزلين فرادى كما فعل مثلا بعضهم، فالتغطية الإعلامية ما كانتش حاجة كبيرة. أكيد أنه الآن قبل ذلك نشوفه الأستاذ الدكتور مراد عروج يصل إلى السلطة الوطنية لتنظيم ورق الانتخابات ولإيداع ملف ترشح تاعه،
هو دكتور في الطب وحزب ناشئ الجزائر للرفاه، وهو كذلك وجد يعني مشقة كبيرة في جمع التوقيعات. شأنه شأن كل أكيد. ربما أنا نزيد شوية على سي الأستاذ، هو أنه ربما كان الناس ينتظرون ما سوف تسفر عنه الأيام الأخيرة، ربما لأنهم ألفوا الزمن البائد على أنه هناك مرشح سلطة إلى غير ذلك، رغم أنه لاحظنا أنه هناك صعوبة كبيرة في جمع التوقيعات من المواطنين، ولكن هناك من وجد سهولة كبيرة في الجمع يعني، وطرح ما طرحش أسئلة. أكيد هناك مثلا الأرندي يعني كان له ماشي غير الأرندي كذلك أحزاب أخرى كان عندها يعني سهولة نوعا ما في جمع الاستماتة، لأنه ربما هي مهيكلة على أرض الواقع، أو ربما في أشياء أخرى ربما سوف نتكلم عليها يعني في المستقبل. كذلك ربما نسيت اسم في الأسماء اللي ذكرتهم، هو سليمان بخريلي. هل سيودع منك أم لا؟ نعم سيودع ربما يزعف منك ولا لا ما يزعفش، يعرف الأستاذ سليمان هو إعلامي أكيد. ويعرف أنه في بعض الأحيان يعني ننساه أكيد. ولكن نحن نضعه على نفس قدم المساواة مع جميع المترشحين. أنا فقط سيستطيعني سميت المرحلة هذه اليوم الأخير سميتها السبرينت بوليتيك. أيوة. هو السبرينت بوليتيك اليوم كان في اليوم الأخير أنه تسخير العضلات اليوم نعم تسخير العضلات اليوم، لأنه ربما الحملة الانتخابية سوف تكون يعني ساخنة أكثر من الانتخابات الرئاسية التي يعني مرت بها الجزائر، لأنه تلاحظ أنه حتى العراقيل التي تكلم عنها الأستاذ التي واجهت بعض المترشحين ربما أزيلت فيما بعد ووسعت الذين يمضون تدخلت السلطة، نعم. وهذا يدل على أنه هناك نية يعني نية على أنه المترشحين كلهم على قد يعني كلهم في 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 مرتبة واحدة. هذا يدل على أنه هؤلاء المترشحين أبوا إلا أن يودعوا ملفاتهم في اليوم الأخير كي ربما يروا ما سوف تسفر عنه، أو ما سوف يقدم، من سوف يقدم ومن سوف لا يقدم إلى غير ذلك. ربما هي استراتيجية ربما وقع فيها كل المترشحين من أجل أن يكون فيها نوع من السوسبنس إلى غير ذلك. ولكن اليوم على يعني على 12 تعليل إن شاء الله بإذن الله سوف يودع آخر ملف في على مستوى السلطة، وبالتالي ندخل إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة التنافس الحقيقي بعد ذلك أسبوع كي طيب. على ذكر قضية التنافس أستاذ ضروي، هل تتوقع أنه راح تكون الحملة الانتخابية يعني حامية الوطيس في هذه الانتخابات، ولا تتوقع أنها تكون باردة؟ كيف؟ والله يعني كتحليل سوشيو اجتماعي هي راح تكون حامية الوطيس بين ثلاثة أطراف. أولا بين المترشحين في حد ذاتهم، لأنه طبيعة الأزمة اللي تعيشها الجزائر وإن شاء الله عن قريب الحل فرضت نوعين من المترشحين، مترشحين محسوبين إلى حد ما على النظام السابق، يعني ما احترامنا لهم يعني، لأنه مش أي شخص كان في النظام السابق يعني إنسان فاسد أو شيء من هذا القبيل. والفئة الثانية هي اللي بعض الوجوه اللي نخدوها مثلا كانت من وجوه الإعلامية أو من الأوساط الشعبية أو أساتذة جامعيين وأكاديميين، هذوما جهتين على كفة واحدة. الكفة الثالثة هو الناخب الجزائري اللي راح يكون له دور في الميدان أكثر منه وقبل ما نوصل للصندوق. بشكل بسيط جدا أنه عندنا فئة اللي هي تعارض الانتخابات وهي فئة قليلة، والفئة الكبرى اللي هي بإذن الله اقتنعت على أي أساس قلت قليلة أستاذ قلت فئة كبرى؟ التحليل لاكتتاب الاستمارات لكل المترشحين بدون استثناء بدأ بشكل صفر استمارة في اليوم، بعدها ممكن حوالي أسبوع بدأ فيه نوع من الزيادات العددية، نعم. في آخر 4-5 أيام من مدة الاكتتاب للاستمارات بصفة رسمية صار فيه ضغط كبير، ويعني وساهمت الطبقة الناخبة بشكل كبير. يعني مجرد التحليل
للخطوات اللي تم يعطيك مؤشر على درجة الاستيعاب اللي قاعدة تزيد كل يوم. وما كانش عوامل أخرى، ربما الخوف من المستقبل، الخوف من المجهول، ربما إدراك هذا الشعب الجزائري لأنه المجتمع الجزائري أستاذ هو مجتمع آباوي، سيتون سوسيتي باترياكال، فكما يكونش الأب مشكل. زيادة على ما قلت أستاذ إذا كان تكرمت نستمع برك للدكتور مراد عروش ثم أعود إليك إذا كان شكرا. إذن سيكاري معطينا دكتور مراد عروج الراغب في الترشح لرئاسيات 2019 12 ديسمبر 2019، نتمنى له ولغيره التوفيق. أنا عارف إذا كان نسمع نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السادة السيدات ممثلي قطاع الإعلام، السادة السيدات أعضاء مكتب المرشح، تحية خالصة لكم جميعا ومن خلالكم تحية خالصة إلى كل مواطنينا أينما كانوا وأينما وجدوا سواء بداخل الوطن أو بخارجه. قبل أن نبدأ من واجبنا أن نعزي أخينا رشيد وأهله عن مصابهم، مصاب الجلل، وفاة السيد علي فضيل رحمة الله عليه، فنقول نيابة عنكم جميعا ربي يغفر له إن شاء الله ويدخله فسيح جنانه. بداية لابد أن نقول كلمة شكر لكل الذين عملوا معنا ورشحونا وزكونا وبذلوا جهودا طويلة، أيام طويلة مدة 5 أسابيع وهم يعملون ويجتهدون ويتنقلون بين المداشر والقرى والبلديات والولايات حتى يجمعوا توقيعات التزكية أو توقيعات التي لما جمعناها جئنا اليوم لنودع ملف ترشيحنا. فشكر الجزيل لكل من عمل معنا، والشكر الجزيل الخالص كذلك إلى كل الآباء والأمهات، لأننا من ضمن الإمضاءات التي جمعناها هناك إمضاءات تاع شيوخ وعجائز وشباب، فالشكر الجزيل لأمهاتنا وآبائنا على هذه التزكية. من بين الإمضاءات التي جمعناها كذلك فيها من العمال والبطالون، فالشكر الجزيل إلى كل عامل ولكل بطال آمن بأننا يمكن أن نقدم جديداً لهذا البلد، لهذا الوطن الحبيب، فزكان كذلك. والشكر كذلك الجزيل إلى الطلبة والأساتذة الذين تعبوا معنا وبذلوا كل ما بوسعهم من أجل أن نصل إلى هذا اليوم، إلى هذا الموعد، أن استوفينا شرط جمع التوقيعات بما يتجاوز العدد 54,200 توقيع موزعة على تقريبا كل الولايات، وداخل الولاية كذلك موزعة على مجموعة بلديات. طبعا الوفد الذي معي يمثل النساء والرجال، يمثل الأساتذة والطلبة، يمثل كذلك العمال، يمثل كذلك الأطباء، فهم ظهر من كل حقل، أو فهم عينة من كل فئة من فئات المجتمع، فالشكر الجزيل لهم جميعا. فكرنا في الترشح وتشجعنا لذلك لأننا وجدنا مثل هذه الوجوه ومن وراءهم معنا. فكرنا في الترشح لأننا كذلك نرى أن الأوضاع التي تمر بها البلاد سيئة للغاية، سواء على البعد الاقتصادي بأبعادها الثلاث، اقتصادي والسياسي والاجتماعي، فاعتقدنا ونعتقد جازمين أنه من واجبنا أننا نبذل جهدنا حتى نخفف هذه الأعباء على وطننا الحبيب، وحتى نكون منقذون لهذا
لهذا البلد، منقذونا لمواطنينا. كذلك نعتقد أنها فرصة تاريخية، نحن لأننا نعتقد أن هذه الانتخابات هي فرصة تاريخية نحدث من خلالها التغيير الذي يتمناه كل جزائري وجزائرية، سواء كان بداخل أو خارج الوطن. كذلك ترشحنا وتشجعنا لأننا نعتقد أن الشعب الجزائري الذي خرج يوم 22 فبراير الذي أعطى رسالة كبيرة لكل شعوب العالم أن بالسلمية والحضارية يمكن أن نحدث التغيير. لهذا تشجعنا أن مع شعبنا سنتمكن إذا عملنا معا من إحداث هذا التغيير وبناء الجزائر الجديدة التي حلم بها الشهداء وعمل عليها المجاهدون. ونحن إن شاء الله أحفاد الشهداء والمجاهدون سنواصل هذه الرسالة حتى نصل إلى الجزائر التي نحلم بها أو الجزائر التي نفرح بها. كذلك ما شجعنا على المشاركة، ولو أخفي عليكم وسأكون صريح، هو الوعود القطعية الصريحة التي قطعتها المؤسسة العسكرية. سابقاً كانت الانتخابات ربما تطبخ في أماكن مغلقة ويتخذ القرار في من سيكون الرئيس، ثم يؤتى بمرشحين ويدفع بهم إلى الترشح في حفلات وتجمعات نهايتها ربما كانت محسومة سلفاً. نحن تشجعنا هذه المرة لأننا متيقنين أن تلك الوعود، وعود المؤسسة العسكرية التي جاءت على لسان قائد الأركان نائب وزير الدفاع، نحن نؤمن بها ونصدقها، وأعطتنا الشجاعة على أننا نبذل كل ما بوسعنا حتى نكسب ثقة المواطنين والمواطنات ويقبلوا بنا ويرشحونا ويزكونا حتى نكون في على واجهة في واجهة بلدنا الحبيب ونقود البلاد إلى بر الأمان. كذلك تعتبر هذه الانتخابات فرصة لجيلنا. كان المرشحون سابقا. إذن مشاهدينا الكرام، كنا نستمع للدكتور مراد عروج وهو يتحدث عن الأسباب التي دفعته للترشح للرئاسية المقبلة. إذن ما بقناش كثير من الوقت، نديروا فاصل قصير ثم نعود إلى ضيوفنا الكرام لمناقشة يعني هذا الموضوع تاع الانتخابات. إذن بقوا معنا. إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا. نحن الآن نتناقش مع الأستاذ ضروي محمد شريف، خبير في التخطيط والعلاقات العامة، والأستاذ مصطفى بورزامة كذلك أستاذ جامعي وباحث أكاديمي. كنت مع الأستاذ محمد شريف، كان يتكلم على قضية نعم زيادة نسبة المقتنعين بالانتخابات. مقتنعين بالانتخابات نعم. هما كان أستاذ أربع مدخلات كانوا عندهم الدور الأساسي والرئيسي في زيادة في التزايد اليومي لليوم وحتى ال 12 ديسمبر بالاقتناع للذهاب لصندوق الانتخابات. أول مدخل هو دور وسائل الإعلام اللي غلبت عليها الصفة الوطنية أكثر منه أي أجندات أخرى، والحمد لله. المدخل الثاني هو لأنه كاين أستاذ اللي يقولنا باللي راكم تسمى الانتخابات أنتم الموقف تاعكم شيتا، احنا قناعة ونشهد الله تعالى على أنها قناعتنا يعني. الحمد لله أنه القنوات تقريبا كلها الجزائرية اللي موجودة اليوم اللي نشوفوا فيها يوميا السجل جزائري، المدير العام جزائري، المستثمر جزائري، الموظف من سيادتك من الأستاذ نعم. من غيره نعم. جزائريين، وكل المدعوين دائما جزائريين نعم. يعني راهي الجزائر هي المظلة اللي تجمع الجميع، ولأننا نرى أن الانتخابات هي بداية الحل. أكيد. والرافض للانتخابات ما عطناش حل بديل. مؤسسة إعلامية راك تتكلم على نخبة متمكنة أكاديميا واحد، وعندها نسبة اطلاع على الوضع نعم. أكثر من أي أكاديمي في أي جامعة أو شيء. كان يستدل حكم طبيعة الديمقراطية. الديمقراطية هي ماذا؟ هي معارض وموال ومقتنع وغير مقتنع نعم. هذه هي النسيج الديمقراطية نعم. عبارة عن فسيفساء، ويجب أن نحترم بعضنا. أنت لست مع الانتخابات؟
ما فيش مشكلة. أحترمك. أحترمك. نعم. ولكن لا تقصيني أنا مع الانتخابات، لأني أرى أن الحل الحل الخروج من هذه الأزمة هو في الانتخابات. ربما نختلف في الطرق التي سوف تجري بها الانتخابات. هو تلاحظ أنه حتى خطاب المترشحين أو الراغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية يتكلمون عن الوعود التي يعني أعطوا من طرف أو التي أعطيت لهم من طرف السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات أو من طرف حتى المؤسسة العسكرية التي ربما تكلمت بشكل واضح على أنه سابقا لم يحدث في الجزائر ليس في الجزائر، ربما في العالم كله. نعم. لم تساير المؤسسة العسكرية الحراك الشعبية وشعبها مدة 36 جمعة. نعم. بدون أن تراق ولو قطرة دم واحدة بسبب. نعم. وهذا شيء، وهذا سابقة في ربما في العالم العربي والسابقة في العالم. هذا يدل على أن هناك تفكير جدي لبناء دولة القانون ودولة المؤسسات. نعم. هناك تفكير حقيقي من أجل الذهاب إلى انتخابات رئاسية يكون فيها الشعب هو الفاصل، الصندوق هو الفاصل. نعم. من يعطيه الشعب مرحبا به، ومن. نعم. لا يعطيه فرصة أخرى كما يقول بالإنجليزية هارد لاك في جهة أخرى، وبالتالي هنا سوف تكون حرب البرامج، برامج التي سوف يقدمها. على ذكر البرامج أستاذ سامحني ولا تواصل خليني أكمل لك المدخلات. تفضل. الثانية يعني اللي الأمور نعيش. نعم. فيها يوميا. المدخل الثاني هو الجمود الاقتصادي اللي حاصل في الدولة، أنه أي مواطن بسيط تسألوا يقول لك البلاد حالها متوقف. نعم. هذا زاد هذا يخوفهم، أعطاه دلالة أنه كل ما طول الأزمة كل ما راح يصرى فيه تضرر لهياكل الدولة، أكيد راح نروحوا للنتيجة أعفن من اللي احنا موجودين فيها الآن. صحيح. الجمود الاقتصادي. الثلاثة التشنج الاجتماعي. التشنج الاجتماعي اللي وصل اليوم اللي رافقه وعي اجتماعي كبير من خلال الحراك. ولكن هذا التشنج هذا أستاذ يخيف كثير من الجزائريين، وانت تعرف بأن النار من مستصغر الشرر، يعني أكيد. تبدأ الأمور بالتشنج وقد تسير إلى ما لا يحمد عقباه. لهذا الناس حابة تروح لهنا، حابين يروحوا لهنا نفريوها بيناتنا بالهنا. لكن هذا التشنج أستاذ، أنا قلت لك التشنج الاجتماعي كما تفضلت سيادتك، وفيه نوع من مش نوع نسبة متعالية من الوعي. ها إذا ربطنا التشنج الاجتماعي مع نسبة الوعي المتزايد تعطينا صورة مبسطة لكن عندها دلالة قوية جدا. تستخلص دستور الجزائر اللي راح يكون في السنوات القادمة من خلال اللافتات اللي موجودة في الحراك بشكل بسيط جدا. أي مترشح راح يوفقه ويعطيه وفق رب العالمين ويعطيه الصندوق راح يكون عنده شيء بسيط جدا انه ياخذ الدستور الدوله الجزائريه من اللي موجود على الحال. ولكن ربما هناك مشهد اوسع من الحراك استاذ، وهو المشهد الجزائري ككل، لان هناك اللي ما يروش يخرج في الحراك ولا اللي ما ولا ماشي راه في دلافيته ولا، ولكن الوعي ارتقى كثيرا بالكتابات يعني خاصه. أكيد. في الفضاء الازرق. اكيد. ربما استاذ اذا سمحت لي قطعتك اليوم بزاف، لانه ربما ما ذكرته هو شيء جيد وشيء يعني. نعم. تحليل وكذلك تفصيل في القضية اللي هو قضية الانتخابات هو شيء جميل، أنه هذا التشنج هو شيء طبيعي عندما تكون عندك حراك وعندما يكون عندك ثورة. نعم. هو شيء طبيعي أنه الوعي يزداد يوما بعد يوم، خاصة نحن انتقلنا من 2014 كان عندنا تقريبا 5 ملايين مشترك في الفضاء الأزرق، اليوم عندنا تقريبا أكثر من 20 مليون وكل الناس تشارك، حتى اللي ما عندوش يعني مستوى تعليمي يشارك في الفضاء الأزرق. لماذا؟ كي يرى الرؤى ويرى ما يكتبه هذا وما يكتبه هذا. نعم. وهذا يدل ربما أنه في اليوم العربي للصحافة كنت تكلمت على قضية أنه يجب علينا الآن نحن كنخب وكذلك كصحفيين وكذلك كشعب يعني كمواطنين مثقفين، يجب لنا أن نضع تلك الحزام الأمني من أجل أن نتجادل وأن يعني بالأفكار، يعني نتجادل بالأفكار من أجل في الأخير الخروج بحل سلمي، بحل يخرج هذا البلد الذي ربما تحاك عليه بعض يعني بعض الناس الذين دسائس المؤامرات يعني تحاك عليه، يعني هذا شوف هذا الكلام يجب ان نقوله، ان الجزائر تحاك عليها الدسائس من طرف بعض الدول التي ربما سوف تخرج الجزائر من دائرتها وتذهب الى ما يسمى البراغماتية. نحن نريد البلد تاعنا ان يكون براغماتي، معناها عندما ندير اتفاقيه ما بيني وبين دوله اخرى اعطيك فماذا تعطيني؟ وليس فقط يعني تدي بدون ان تعطيني. خلي اقدم لك اذا اسمح لي استاذ الكريم. تفضل. نكونوا عمليين.
الجزائر من منذ 22 فيفري حتى بداية الشهر الماضي لم يتم تدخل أي دولة أجنبية أو منظمة بأي بيان تنديد أو مساندة أو شيء من هذا القبيل، لكن بمجرد تأكد تاريخ 12 ديسمبر بدأت تتحرك بعض الجهات. نعم. هذا أمور ملموسة، يعني أمور ملموسة لا تناقش. نرجع للنقطة الرابعة. النقطة الرابعة في مدخلات زيادة الوعي عند المجتمع الجزائري والذهاب لصندوق الانتخابات بإذن الله، النقطة الرابعة هي زيادة الحس الوطني. زيادة الحس الوطني، لأنه أول شيء الجميع اقتنع أنه لازم تكون فيه نهاية الأزمة وبداية الحل. طبعا كل الأزمات ينبغي أن تنتهي إلى الطاولة، يعني أو إلى حل ديمقراطي، آلية ديمقراطية. يعني الحس الوطني نقدر نتبثوه بأرقام ما نكونوش ناس نظريين أكثر منه، احنا نكونوا عمليين. الكتلة الصامتة اللي تكلم عنها الأستاذ وسيادتك انزوت للبيوت وكذا، وكل واحد أصبح يمارس في دوره عن طريق الفضاء الأزرق، عن طريق جلسات معينة ضيقة نقاشات. هذا دلالة أنه فيه رفض لبعض المطالب اللي في الخارج. واحد. اثنين، كل التدخلات اللي تتم عبر وسائل الإعلام من عديد من الشخصيات، ولو تلاحظ فيها عدة شخصيات تراجعت عن مواقفها وأصبحت تساند الذهاب للانتخابات. نعم. دلالة على أنه أصبح فيه قناعة وطنية، وهذه نابعة من الحس الوطني للذهاب للخروج من الأزمة. كي نقطة أخرى سيستطاني فقط. ثانيا عليك سؤال بعد تقدر تعلق وتجاوب على السؤال. الأستاذ ضروي كان يتكلم عن القناعة، ما القناعة وتشكل قناعة عامة في الجزائر، وعي مجتمعي، وعي، خليني نقول لك هذا الحراك هذا هو وعي مجتمعي. وعي مجتمعي أكيد. ما هوش فقط هذاك يعني السير بالجمعة ولا، ولكن هو وعي مجتمعي. هل تشوفوا بأنه اليوم في الحملة الانتخابية راح يكون سقف الإقناع عاليا، سقف الإقناع عاليا جدا عند الجزائريين، يعني لن يقبلوا يعني أمور بسيطة جدا، ولا ممكن المترشح يقنعهم بأبسط الأمور؟ يعني شوف، كنت تكلمت عن قضية الإقناع، يعني معركة الإقناع، معركة الإقناع، وهي معركة مش الإقناع في الانتخابات للذهاب. أنا جايك، يعني عرفت يعني مربط الفرس وراك حاب تروح. هي قضية بناء الثقة ما بين المواطن وما بين من سوف يمثله في السلطة. نعم. سواء هذا رئيس الجمهورية وهو مؤسسة في حد ذاتها. إذن الآن الشعب الجزائري قد تحرر من تلك الضغوطات، وتحرر من تلك منذ 22 فبراير. بدأ الشعب يعبر عن ما يريده سلمية بطريقة حضارية راقية جدا، ربما الآن تدرس في أعتى الجامعات، وهذا بدون مبالغة. الشيء الآخر، أنه الشعب الجزائري اليوم هو ينظر وينتظر من سوف يكون، يعني تعلق صورته على اللافتات في البلديات، وبعد ذلك من سوف يكلمه بلغة العقل وبلغة الواقع، لأنه ألف هذا الشعب الوعود الكاذبة، سوف نفعل. الآن على المترشحين الحقيقيين أو المترشحين أو النخب التي ترشحت عليها الآن أن تخاطب الشعب بلغة الواقع، بمعنى أنه الآن لو تذهب إلى مدينة أدرار أو تذهب إلى مدينة غردايا أو تذهب إلى مدينة خمسان، الخطاب لا يكون نفس الشيء، لأنه مدينة خمسان فيها الأشياء التي ربما تنقصها أكيد، وبالتالي هنا يكون نوع من الواقع الذي من خلاله سوف يخاطب هذا الشعب وسوف يبني تلك الثقة ما بين الشعب، لأنه المشكل منذ 57 سنة، أنظر أنه منذ 57 سنة هي مشكل ثقة ما بين المواطن وما بين السلطة في حد ذاتها. الشيء الآخر اللي ربما اللي أردت أن أتكلم عليه، وهو قضية التصاعد تاع الوعي المجتمعي. هذا التصاعد تاع الوعي المجتمعي هذا لازم له قادة رأي باش يكون واضحين، لأنه لا تستطيع هذه النقاشات التي تكلم عنها الأستاذ أو الحوارات في الفيسبوك أو كذا، لأن تكلمت عليها قلت يجب على ربما كاين الناس لا يخدمهم أن الجزائر تكون دولة ذات قانون ودولة. نعم. ذات سيادة إلى غير ذلك، يعني تتسيد في كل شيء، في خيراتها وفي مواقفها إلى غير ذلك، وبالتالي علينا الآن نحن كنخب أن نتكلم مع المواطنين وأن نتحاور معهم عبر وسائل الإعلام، اللي
هي شيء مهم جدا، وعبر كذلك الفضاء الأزرق أن نقول لهم يجب علينا أن نبني هذا البلد بسواعدنا وأن نبنيه بأفكارنا وأن نتفاوض، ولا يجب أن نأتمر بما يأتي من الخارج، بل أن نتفاوض عندما يعني ندير اتفاقية بيننا وبين الدولة ما لا تعطينا. إذا أعطيتنا شيئا سوف نعطيك الشيء المقابل فقط ونعطيك الزيادة، لأنه هذا الشيء الجزائر الآن أمام امتحان حقيقي، معناه دون دونية يعني. أكيد أمام امتحان حقيقي، حتى الذين سوف المترشحون في الانتخابات الرئاسية الآن المسؤولية سوف تزيد عنهم كثيرا، لأنه الشعب ليس كالشعب الذي كان من قبل، باش نكونوا واضحين، وسوف ترى هذا في الحملة الانتخابية كيف سوف، حتى أن الشعب سوف يتكلم مع المترشح في يعني في التجمعات إلى غير ذلك، وهذا بادرة خير وبادرة خلاف الانتخابات اللي مضات. أستاذ ضروي، هل يعني اليوم الشعب في تقديرك أنت راه داير مسطرة يعني عنده، سامحني، الشعب راه داير أبيل دوفر، قال أنا نحتاج رئيس، هاي الشروط أكيد وما هي طبيعة هذه الشروط هذه يعني نحكيك على المخيال المجتمعية. من وجهة نظري أنه وسائل أبجديات الإقناع اللي تكون بين أي مترشح بدون استثناء والشعب الجزائري راح ترتكز بالدرجة الأساسية على نقطتين، وتقريبا هي نصيحة لكل المترشحين. أيوة. أول شيء، هذه نصيحة مجانية راح ما تخلصش عليها. أول شيء، مجرد نزول المترشح للميدان يعتبر رسالة أنه نظيف وقادر ومستعد للمواجهة. احنا عدنا لغة بسيطة جدا، لغة اجتماعية بسيطة جدا، يقول لك والله فلان راهو في افتراء، استدير انه مقتنع بنفسه انه قادر يواجه. هذه في حد ذاتها راح تحقق له نسبة متابعة. النقطة الثانية اللي قلت لك هي اكثر منه نصيحة، ونتمنى انه ما يخرج اي مترشح يكلم الشعب الجزائري الكريم يقول له انا راح نخدم لك كذا وكذا وكذا وكذا، لسبب بسيط جدا، انه اي مترشح من اللي موجودين ما يعلم بحقيقة الاحصائيات اللي موجودة في كل مؤسسات الدولة، لانه 90% أو أكثر من الاحصائيات اللي تصدر يوميا على وسائل من مؤسسات الدولة تقريبا كلها خاطئة. وبالمناسبة نذكر المشاهد انت خبير في التخطيط، معنا عندك علاقة كبيرة بالإحصاء، وكاش ما شاء الله نعرضك أستاذ باش نديروا مقارنة بين المركز الوطني للإحصاء في الجزائر شحال عدد عماله وكذا لي زونتان تاوعه، والمركز الوطني للإحصاء في فرنسا شحال عدد عماله لي زونتان تاوعه. أكيد يعني والمشاهد يفهم ليه وش أنا حاب نقول. أكيد 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 الأستاذ الكريم، علاش؟ لأنه إحنا الإحصائيات عندنا ترفع وقت شراء السلم الاجتماعي. نعم. احنا نتكلموا على نسبة التوظيف، قال احنا وظفنا، هي في الحقيقة نسبة التوظيف مثلا بلغت 5% مثلا. يقول لك احنا راح نتكلموا وبعد اسبوعين عندنا انتخابات، نسبة التوظيف بلغت 45%. اذا تكلمنا على شيء اخر مثلا نتكلم، ولكن هل يمكن اليوم الكذب على الشعب؟ يعني اي مترشح راح يجرأ على ذكر هذه الاحصائيات راح يكون يكذب على المجتمع بدون ما يشعر. احسن اسمح لي استاذ كملك الفكره، راح يكون في صوره الغبي اكثر منه شيء اخر. انت مش عارف طبيعه الاحصائيات اللي موجوده داخل دواليب المؤسسات، كيفاش انت تتكلم عليها وتقدم ورود بها. قال واحد الملاحظه مهمه، هو انه في اليوم في الحمله الانتخابيه في السابق استاذ كانت الحملة الانتخابية في اتجاه واحد، بمعنى أن المترشح يتكلم والحضور يستمعون، اليوم المترشح يتكلم والحضور يسأله، يعني سيتفاعل معه ويسأله وراح يبقى نفس التوجه الواحد والقفة الواحدة لكل المترشحين. المجتمع الجزائري وشعب الجزائر راح نحط كل المترشحين في قفة واحدة، كل نتأكد من هذه، لكن الأصدق والأذكى والأقوى ونتمنى وإن شاء الله اللي راح يخدم الجزائر هو اللي راح يخرج من القوي. كاين نقطتين مهمتين جدا، النقطة اللي ربما أثارها الأستاذ هي قضية الإحصائيات وقضية الأرقام المغلوطة التي لماذا يا أستاذ؟ لأنه ما عندناش فكر مؤسسي في تفكيرنا، في تفكيرنا في التعامل مع مواطنينا ما عندناش فكر مؤسسي. لو تلاحظ لو تروح فقط للسموم للسيت تاع السيت تاع المؤسسات عنده شهر ما داروش فيه معلومه. هذا يبين لك ماذا؟ يبين لك على انه هناك تسيير عشوائي. الان علينا ان نكون
مؤسسين او تفكير مؤسسي، معناها يكون عندنا تفكير تاع مؤسسه. هذه الشيء الثاني، انه الضامن الثاني اللي ربما تجي باش هذو اللي هم مترشحين يروح يتكلموا مع الشعب، الضامن الثاني استاذ هو استمرار الحراك، باش يكونوا واضحين استمرار الحراك بسلميته، لانه غدا غدو غدو من غدو يجي الرئيس ويكون عندهم انه يجي يعدل في الدستور ويسقم الدستور تاعه ويدير دوله مؤسسه ودوله القانون، لا احد فوق القانون، كلنا تحت القانون. اذا ما دارهاش الحراك مستمر. نعم. الحراك السلمي، وهذا الدليل على أنه إذا صارت هذه، هذا الدليل على أنه هؤلاء المترشحون إذا يعني حققوا ما وعدوا به الشعب، وليس وعد مثل ما كانوا يوعدون، يقول لك ندير لك 1,000,000,000 ساكن ندير لك كذا، لا، يجب أن نبدأ بالدستور، نبدأ بالقوانين التي هي أساس أساس الحكم. أستاذ مصطفى بورزام، ما بقى ليش الوقت، أستاذ معذرة، أستاذ مصطفى بورزام أستاذ جامعي وبحث أكاديمي، أستاذ ضروي محمد شريف خبير تخطيط وعلاقات عامة، أشكركم جزيل الشكر ومعذرة على ما عطيناكم كبير. نعم، مازال الوقت إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نشكركم جزيل الشكر. برامج البلاد متواصلة، ما أنا فألقاكم غدا إلى ذلك من حين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.